ماذا قالت الصحافة؟ هذا ما ستجيب عنه زميلتي أسماء أنديل من خلال قراءتها في المواقع الإخبارية ومختلف الصحف. أهلا بك يا أسماء. أهلا بك يا ترك. أهلا بكم مشاهدينا، ونستعرض معكم أهم ما تناولته صحافة اليوم بشأن الإعلان المرتقب عن اسم رئيس الجمهورية. وهنبدأ من الدستور، حيث أبرزت عبر موقعها تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي قال أنه من المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية، ولا شك أن مرور العملية الانتخابية والتي شهدتها كافة المؤسسات يدل على عراقة الشعب المصري. وأضاف خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم أن جميع المواطنين ساهموا بأغلبية شهدها الداخل والخارج، وكان للنواب الفضل في تحفيز الناخبين في ممارسة حقهم الانتخابي. ومن الدستور لليوم السابع، من جانبها اهتمت بتصريحات النائب عماد سعد حمودة، والذي قال أن اليوم الاثنين والذي سيتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الماضي بمثابة استكمال الملحمة الوطنية التي شكلها المصريون خلال هذه الأيام الثلاثة ومن قبلهم طبعا المقيمين في الخارج. وأضاف حمودة أن الانتخابات الرئاسية لم تكن لانتخاب رئيس، ولكن كانت بمثابة الوقوف جنب الدولة المصرية ودعمها ومسندتها ضد المحاولات التي تحاك بها سواء من الداخل أو الخارج، وإثبات للعالم أن اهتمام أصحاب أجندات خاصة دعوا لمقاطعة هذا العرس الانتخابي الذي تحول لكرنفال احتفال أمام اللجان، ولكنهم فشلوا في ذلك. ما زلنا في اليوم السابع، والتي سلطت الضوء أيضا على تكريم اللواء ياسين طاهر محافظ إسماعيلية بالاشتراك مع مؤسسة صقور مصر، والتي تضم عدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة المتقاعدين، بالإضافة إلى عدد من الكتاب والمفكرين والإعلاميين والفنانين والناخب الذي دخل لجنة الانتخابات زاحفا، وهو حامد سعد، أحد مواطني مركز ومدينة الأنطرة الشرق الشرفاء، وهو من متحدي الإعاقة، وصمم أنه يذهب لمقر لجنته الانتخابية في الانتخابات الرئاسة زاحفا من أجل أن يدلي بصوته. ومن اليوم السابع نروح للأهرام، وقامت بإعداد تقرير متكامل لرصد العملية الانتخابية الرئاسية 2018، ورصدت الأهرام في تقريرها أن الانتخابات الرئاسية تنطبق عليها المعايير الدولية لإجراء الانتخابات التي تحترم الحقوق الأساسية للإنسان في احترام الحق في الترشح والتصويت، والحق في المشاركة في إدارة الشأن العام، والحق في تقلد الوظائف العامة، وتوفرت بها المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات من حيث دورية انعقادها في موعدها بعد مرور 4 سنوات من إجراء الانتخابات السابقة، وسرية الاقتراع الذي تم خلال أيام التصويت داخل البلاد للمصريين وأيضا بالخارج، وتوافر الحريات أمام الناخب من حرية الانتخاب وحرية التعبير والمساواة وعدم التمييز. من الصحف المصرية نذهب للصحافة العربية، وخاصة من الصحافة الإماراتية وتحديدا من جريدة الاتحاد، حيث نشرت مقالا لرئيس تحريرها محمد الحمادي بعنوان التصويت والفوز لمصر. وقال الحمادي في مقاله إن ما لاحظناه في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أن المصريين خرجوا ليصوتوا لمصر وينتخبوا من أجل مصر، وهذه مسؤولية المواطن الإيجابي الذي يحب ويطمح ويريد لوطنه الخير، وبعد هذه المشاركة الإيجابية تكون المحاسبة والنقد والمطالبات. انتهت بذلك فقرة الصحافة. أما الآن عودة لزميلي محمد ترك إليك. نعم، لكن تعتقدي ماذا سيكون خلال يعني بعد الساعة 3؟ تبقت ساعة تقريبا، ترى ماذا ستكتب الصحافة؟ ستكونين معنا؟ سترصد الصحافة أكيد احتفالات المصريين بعد قرارهم، وأيضا مطالبات المصريين كما قالت أيضا الصحافة الإماراتية زي جريدة الاتحاد، مطالبات المصريين بعد المشاركة الإيجابية أكيد في مطالبات، وأكيد هيكون حان وقت العمل.
قرأت لك منذ قليل إحدى مطالباتك على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة. صحيح. يعني يبدو أن أنت أيضا لديك مطالبات أسماء. حقيقي، لكن لن أصرح عليها. لن تفصحي، سنفصح بعد النتيجة. صحيح. شكرا لك أسماء قنديل.